دلوقتي معاد المحادثه او الكونفرسيشن. هنعمل كونفرسيشن مع بعض انا وانت، انا هقرا لاين A وانت تقرا لاين B، وحاول مش بس تقرا، حاول تعبر عن مشاعرك باستخدام الكلام اللي انت بتقوله. جاهز؟ يلا بينا نبدا. Hey Sarah, do you know what day is today? Yeah, Tuesday. So yesterday was Monday and tomorrow is Yeah. So what do you do on vacation, Sarah? Okay, so we can take a walk together tomorrow, right? Okay. تعال بقى نشرح الكونفرسيشن او المحادثه دي مع بعض. طبعا زي ما اتفقنا ان انت لما تيجي تقابل حد بتقول له هاي فلان، فهو هنا بيقول هاي ساره. Do you know يعني هل تعرفي، يا ترى تعرفي what day is today، يعني يا ترى انت عارفه النهارده يوم ايه؟ فقالت له it's tuesday يعني النهارده الثلاث. فقال لها yeah tuesday يعني ايوه فعلا النهارده الثلاث. So yesterday was Monday يعني امبارح كان الاثنين او يوم الاثنين. And tomorrow is، وقف شويه لانه هو مش عارف، فقالت له yeah tomorrow is Wednesday my vacation يعني tomorrow اللي هو بكره هيبقى الاربع اللي هو اجازتي. فقال لها so يعني طيب what do you do on vacations يعني بتعملي ايه في الاجازه بتاعتك يا ساره. فقالت له actually يعني في الحقيقه I go shopping take a walk or watch TV يعني انا بروح اتسوق او اعمل شوبينج او take a walk يعني اتمشى او watch TV يعني بتفرج على التلفزيون. فقال لها okay يعني ماشي so we can take a walk together tomorrow يعني ده معناه ان احنا ممكن نتمشى شوية انا وانت بكرة. قالت له طبعا يا حبيبي في المشمش. ف in your dreams معناها في المشمش يعني في احلامك يعني مش هيحصل وهكذا.